بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض مكة المكرمة حملة الأستاذ علي دام ظله، أبعث بتحياتي وسلامي لإخواني في النويدرات، إلى مجلس بيت سند، وإلى مجلس أبو صلاح، وإلى أستاذ عبد الله ربيع أبو ياسر، وأستاذ رجب وجعفر خاتم وإبراهيم خاتم ومحمد كاظم مهنا وعبد الله الشايب وجعفر الشايب وجميع من يسأل عنا، فنحن بخير وعافية وقد وصلنا وأكملنا الطواف وكلنا بخير والجماعة بأمان، والجميع أبلغكم السلام. محمد جواد وكاظم مهنا وجعفر مرهون ومصطفى مرهون، وسلامي وتحياتي إلى الأخ فيصل حسين حسن وفهد حسين حسن، ونعزيه بوفاة الحاج عبد الهادي حسين حسن الجار العزيز رحمه الله وتغمده بواسع رحمته.